وليس بعيدا عن الضلوعية، حيث الممرات آمنة إلى مناطق ديالى المجاورة، إذ العادات والتقاليد متشابهة ومتوارثة أيضا، وللفقراء النصيب الأكبر من هذا الموروث بسبب غلاء المعيشة وقلة الأماكن الترفيهية. أطفال يلهون فرحا للعيد بوسائل ترفيهية بدائية لا تتجاوز الأسلاك المتعلقة على جذور الأشجار أو أعمدة حديدية ركبت بعضا ببعض بطريقة اللحيم أو الترهيم داخل إحدى الساحات المعزولة التي تملأها النفايات بمحافظة ديالى. عادات تقاليدها البورس كلش حلوة، اللي هي عادات متوارثة أبا عن جد نقول يعني، ولحد الآن يعني ماكو نقول تعديلات عليها، بس يعني هم نعمة موصل نقول الأطفال اللي عندنا كطلاب مدارس كشي يجي يونس روحه ويغير شوي من حياته والحمد لله. طبعا بالنسبه لاماكن الترفيه بوهرز ماكو، قليله جدا يعني، حتى انا تفتقر الى عدم وجود الحدائق الترفيهيه والالعاب. بس هاي المنطقه مقبره ابو محمد متواجده بها في ايام الاعياد بعض الالعاب البسيطه اللي تشوفوها امامكم على العدسه، يعني العرب بسيطة جدا. هذا حال العيد لأطفال المناطق الشعبية والفقيرة بمحافظة ديالى، اضطرت أسرهم لأخذهم إلى مناطق ترفيهية بدائية تتشكل بصورة مؤقتة مع كل مناسبة، مرغمين لا مخيرين على اللجوء إليها تبعا لقلة المراكز الترفيهية المنتظمة داخل مناطقهم ولتراجع مستواهم المعاشي. والله هاي صار لي عندي 50 سنة، والقبلها كان كاروك، كاروك عندي والله، ومن يجي منا خشبه يجون والله هواي يا ابو والله يركبون، كانت بيش بكليه شايه، وبعدين يجي العيد ناخذ 25 فلس، ايه صارت درهم صارت ربع دي ما صعدت والحمد لله. مال فقراء هاي؟ اي مال فقراء والله، يعني مو تقول زنقين ودا اشتغل بيها. لا هم اي لا دا يجون والله فقراء يابه. والله هاي تعطينا الشيء تراث قديم يعني ربينا عليه من احنا اطفال. فهسه احنا توارثنا وهذول الاطفال يعني توارثوا نفس الشيء اللي نفس المكان كنا نتواجد به احنا قبل. وقلت لك يعني هو الشيء كلش بس الفرحه هنا الحمد لله وشكرا تحسها تحسها بشكل اسعد يعني، رغم منطقه هي شعبيه وناس متحابين. والحمد لله وشكرا والله ان شاء الله يديم نعمه الامن والامان على العالم العربي. تتذكر ايامك قبل؟ اتذكر الحمد لله وشكرا. الحمد لله والله اللي كنا هنا بهالمرجوحه اللي ذيكي اكثر شيء كنا نقتديها يعني اللي كنا نصعدها. ف قلت لك يعني ايام مضت من عمرنا فهسه بدنا نعوض بها اطفالنا. ورغم تولي الحكومات المتعاقبه على البلاد الا ان المسؤولون الجدد لم يبادروا الى بناء مراكز ترفيهيه، علما ان ملايين الدولارات انفقت على مشاريع اقل جدوى بحسب مراقبين. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.